هذه المقاطع اللي انتشرت قبل شهرين تقريباً تشوف فيها ضوء أزرق غريب يطلع مع الزلازل، والزلازل هذه كانت في تركيا والمغرب، وفي ناس قالوا إنها مؤامرة من الغرب علينا وإن هم اللي مسوين الزلازل، والضوء الأزرق هذا ما هو إلا دليل على أن الزلزال مفتعل. بس فعلياً وش هو الضوء وليه يطلع بس مع الزلازل؟ تاريخ ضوء الزلازل الأزرق يرجع لأكثر من 1000 سنة، تحديداً يوم شافوه سكان اليابان بعد زلزال جاهم وصفوه بأنه ضوء غريب جاي من السماء. حتى نفهم سبب وجود الضوء هذا نحتاج نعرف كيف تصير الزلازل في البداية. الحين قدامك خريطة العالم. الخريطة هذه عبارة عن صفائح أرضية كبيرة. الصفائح هذه بشكل طبيعي تتحرك كل سنة من 1 إلى 10 سنتيمتر، يعني طول الخط اللي طلع قدامك. فباختصار الزلزال يصير يوم هذه الصفائح تصطدم في بعض، زي ما صار في الزلزالين اللي في تركيا والمغرب. زلزال المغرب حدد في منطقة جبلية تبعد نحو 550 كيلومتراً عن مكان التقاء الصفيحتين. مع أن الضوء اللي يطلع مع الزلازل فهو كان ظاهرة غير مفهومة وما حد يدري ليه تصير من أول مرة رصدوه من 1000 سنة إلى قبل 10 سنين تقريباً، يوم جاء العالم فريدمان فروند واللي كان فيزيائي في ناسا ودرس 65 زلزال طلع معهم هذا الضوء، ولقى أن الموضوع كله له علاقة بنوع الصخور في صفاح الأرض اللي تتحرك وتصدم بعض وتسوي زلازل. الصخور هذه هي من نوع البازلت والجابرو، واللي يكون فيها مركب اسمه الكوارتز، واللي من خصائصه يطلع تيار كهربائي يوم تنضغط الصخور في بعض، زي الحصى اللي تجيبه وتخبطه في بعض ويطلع منه شرارة. تخيل الموضوع هذا على مستوى أكبر، على مستوى صفائح الأرض نفسها، بالتالي الشرارة اللي كانت بالحصى الصغير تتحول لتيار كهربائي ضخم يطلع من الأرض ويتفاعل مع الغلاف الجوي وتشوفه على أنه ضوء أزرق يجي بعد الزلزال. والضوء هذا ما يجي مع أي زلزال، بس الزلازل القوية واللي تصنف قوتها 7 درجات وفوق، كذلك اللي تكون من صخور البازلت والجابرو زي الزلازل اللي صارت في تركيا والمغرب.